هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع يعني مش كتير الناس بتتكلم فيه، ولكنه موضوع كده لما يعني بيحصل في عيلة أو بيحصل حتى في يعني في أسرة أو كده بيكون الحقيقة يعني إيه مربك وفي نفس الوقت مثار للبهجة والحاجات دي كلها، والموضوع عن التوائم. سألنا الناس عن أسئلة محددة. التوأم، هل الحامل مبدئيا كده الزوجة الحامل اللي بتكون حامل في توأم بتكون محتاجة اهتمام خاص أو رعاية خاصة أثناء الحمل ولا الحمل عادي؟ طيب هل التوأم نوع واحد ولا أكتر من نوع؟ يعني في أنواع من التوائم؟ هل نسب ولادة التوائم زادت عن زمان ولا قلت ولا زي ما هي كده طول عمرها؟ هل المفروض تكون التوائم ألعابهم واحدة ولبسهم واحد يعني زي بعض؟ طب هل الصح إن التوائم يبقوا على طول يعني طول الوقت مع بعض؟ ولا الأحسن إننا نفصلهم في أوقات كتير؟ وأخيراً سألنا السؤال الحقيقة التاريخي اللي تناولته أعمال سينمائية وفنية يعني مش بس في مصر يمكن في العالم كله، هل فعلاً التوائم بيحسوا ببعض يعني عن بعد وهم بعيد عن بعض، ولا ده زي ما قلنا خيال فني؟ سألنا الأسئلة دي للناس من حضراتكم في الشارع. يلا بينا نشوف التقرير ونرجع نكمل يحكى. أي ست حامل بتحتاج لكمية غذاء وبتحتاج لحالة نفسية، ودلوقتي كل الأطباء وكل العلماء بيقولوا إن البيبي بيتحرك تبع السيكولوجية بتاعة الأم وتبع حالة نفسية بتاعة الأم، فالتغذية طبعا مهمة جدا، ولازم الطفل يتغذى من أول ما تعرف، من أول يوم تعرف إن هي حامل، سواء ولد واحد أو توأم. والتوأم طبعا بيبقى أكتر لأن البويضة بتنقسم اتنين، سواء بيبقوا متماثلين أو غير متماثلين. المفروض إن هي التغذية هتبقى دبل، يعني انا واحده بتغذي واحد ولا هتغذي اتنين؟ انت دلوقتي لما انت تيجي بتاكلي انت واختك هتاكلوا نفس الاكل اللي هتاكليه لوحدك؟ الست الحامل بتبقى نقص كالسيوم، نقص يعني جسمها بيبقى محتاج كل حاجه، رعايه واكل وشرب وكل حاجه. يعني الرحم شايل اتنين، فلازم بتحتاج راحه معينه، ما بتبذلش مجهود عشان ما يحصلش ولاده مبكره، وبتاكل طبعا بتتغذى، بس ما فيش حاجه اسمها قله الاكل وكده وبتاع، حاجات لا يعني حاجات مفيده وصحيه. طبعا ده شيء طبيعي، واللي بيرجع للطبيب المعالج ليها حسب تحاليلها وكشوفاتها، فبيعرف ايه اللي ناقص عندها بيعوضه للجنين، لان الجنين اللي كان جنين واحد او اتنين هو بياكل من الام لو هي ما كانتش قويه صحيا، فهي لازم تتابع مع دكتور متابعه تعتبر شبه شهريه. ما عنديش توأم، بس اللي أنا أعرفه إن طبيعي إن هم هيحسوا ببعض وهيختلفوا في المشاعر أو هيختلفوا في الأحاسيس أو في التفاهم عن أي مثلا إن اتنين إخوات مختلفين مش ايدنتل. فعلا فعلا لو حضرتك واحد في مصر واحد في بلد تانية، في البلد التانية ده لو تعب اللي موجود إنه بيحس بيه. الروح منهم مرتبطة بحاجة واحدة، لما حد بيحصل له حاجة منهم التاني بيحس بيه، لما حد يتعب التاني بيحس بيه، لما واحد بيبقى مبسوط التاني بيبقى مبسوط، ده اللي أنا سمعته. بس هم مرتبطين، مرتبطين ببعض، كل الاخوات بيبقوا مرتبطين، بس التوأم بيبقى لهم حاله خاصه كده. ايوه احنا عندنا اتنين توائم بيحسوا بكل حاجه زي بعض. والله لو حد تعبان بتلاقي التاني تعبان زيه، وكبروا الوقت عندهم 18 سنه. دي حاجه بتاعت ربنا بقى يعني يعني عادي، كل واحده ونصيبها، يعني دي حاجه بتاعت ربنا يعني. ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم الناس اللي ما عندهمش القدره عن الخلفه، ان بقى دلوقتي في حاجات كتيره قوي تقدر تخليهم ان هم يحملوا، يعني في هرمونات بتاعه التبويض وفي اللي هو الحقن المجهري وي 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 والكلام دوت، فطبعا الانقسامات بتاعه البويضه اختلفت عن الطبيعه، فنسبه التوائم طبعا زادت. لا دي زادت قوي قوي، بقى في اثنين وثلاثة واربعة كمان. لا تعتبر قلت عن الأول، كان ستاتنا زمان، أنا أساسا كان معايا توأم، اللي هي أخت الله يرحمها كانت توأم، فالتوأم قلت الوقت، كان الأول كتير. دي بقى لا، مش شايفة إن الهرمونات والأدوية والحاجات دي أو العمليات إن أنا أخلي في اثنين، ممكن علم تطور والطب وطلع في حتة إن هو ممكن يخلي في اثنين أجنة، بس مش قوي يعني، مش حسبت ثقة قوي زي قدر ربنا. طيب زي ما شفنا كده في التقرير، بشكر زملائي، والحقيقة ان احنا هنجاوب على الأسئلة اللي انا سألتها في الأول والأسئلة اللي سألت في التقرير، هنجاوب عليها بالترتيب.